24 ومازال ما نسيديرو تو في لو فاجان تاعهم. فوالا هادي سي اون باسيون هي ما دوموندي دو فار لا فيديو دايور. خرجتها نص توما من المهبل تاعها هي قالت لينا دير توما كومبليت طبيبه ونحاتها بوغ ان نحاتها مي توما تقسمت على زوج كما راكم تشوفوا فوالا اي اون بلوس توما فيها لارتيج دونك لو ماري كان يعاني من دولور في لي رابور اون بلوس الريحه قالك à chaque fois après le rapport même après هي en temps normal تقول لك عندي الريحه مي ما دارتش في راسها بلي ديك توما تقسمت لها لو بير سي كو فلونتري دو كول تاعها كانت هاد لاتيج حاصله فلونتري تاع لو كول سي انكرويابل مي فري ومين جاتها هاد الفكره بيان سور راح تبدا تداوي بالاعشاب راه نحتارهم كامل تاع الطب البديل على كل حال مي فهمتكم شحال من مره حرام عليكم تروحوا تقولوا للمريضه ولا اون باسيونت ولا ديروا حاجه في الفاجان لو فاجان يجي فيه والو ما يجي فيه والو لو فاجان تولد به المراه اللي فيه بور لي رابور ما نديروا فيه والو ديروا فيه توما باش توما تحصل عليك هذه مع الوقت تقدر تولي لك شوك سيبتيك معناها تقدر المراه دير انفيكسيون بعد انفيكسيون جينيتال اوت تموت مع الوقت تموت هاد التوما ديبيل فوالا دونك احذروا 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف واش هادشي اللي كنسمع بالصح ولا عجب لله الناس اللي فهمت اش واقع سمحوا لنا رحنا كنعيشوا واش من سبيطار الحماق واش من مرضى نفسانيين واش من لا حول ولا قوه الا بالله لا راه ما لقات شميكه فين دير الثومه وهي دير في ديك البلاصه ما لقاتش فين جمع الثومه بقات شيطانه في الكوزينه لو الغريب في الامر واللي انا سطاني خشيشي كيلو جبتي نص كيلو اذا عيقي راه باقي نص كيلو لداخل راه واخا تكوني واكله صلغوه تعيقي خشيشي كيلو جبتي عانص اذا راه باقي نص كيلو لداخل واخا سيدي ما عقتيش شتي كتاكلي لحم العمير ما عقتيش عاد تحسي باقي نص كيلو لداخل الاحساس ميت طاكشي الخاسر ما عقتي ما حسيتي حتى الريحه جات قالت لك ها انا راه كاين شي حاجه لداخل ها عباد الله قلبي والو بقات صابره لديك الريحه وعايشه معاها ما عرفتش 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر وداك الشيء لداخل فينا وغادي يا اللي عجب كنسمع يا اللي عجب كنسمع شوف راه ما بقات حتى شي حاجه تجينا غريبه من ديك البلاد هادوك الناس راه اي حاجه سمعتيها قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا بير هذا كيلو ديال الثومه في غاده وباش يبقاو طروفه ديال الثومه وما ما تحسوا ما تعيقوا ما يا ربي السلام يا ربي دير شي تاويل ديال الخير وصافي شي نهار هاد المساخيط غيقتلونا عبد الضحك كاين شي واحد كيدير الثومه تما اويلي وما عقتي ما حسيتي ما كهراتك ريحه ما لا حول ولا قوه الا بالله الله يخليكم لينا زعما كتعطيونا شي معلومات ولا نقلبوا عليها في الديب ويب وما نلقاوهاش بقات شويه على الطبيبه انا جايه بمقصها واش داك الطبيبه لقاتها مطيبه مقله ديال البيض ومطيش واش حال ضحكت على هذا الفيديو هذا والله يا ربي سمعنا اتخيل الطبيبه خدامه كتغني لماذا نحن كنا ودي هانيه تولينا في المقوصه ها رجر ما تجر زحمي زحمي حيد عليا الله يخليها سلاع عيد ملي دابا غادي نشوفوا واحد الموريتاني داير واحد اللايف كيتكلم على انبوب خط الغاز المغرب نيجيريا وقال برافو المغرب لان نهار طرحت الفكره بزاف ضحكوا على المغرب قال كيفاش هذا الانبوب غادي يدوز على 12 دوله مستحيل لا ما يمكنش ولكن مؤخرا المغرب صدمهم جاب مستثمرين وناس اللي غادي يدعموا هذا المشروع وجميع الدول اللي غادي يمر عليها وافقات وفي القريب العاجل غادي يبدا العمل في هذا المشروع اطلع عدو جزائري قالوا السلام عليكم وعليكم السلام قالوا هذيك الافكار ديالنا عصرقوها لنا داك الموريتاني قال له برافو الناس اللي كتطبق ماشي عا كتهضر والمثل المغربي كيقول الهضره ما كتشري خضره فنسمعوا لهذا الموريتاني كيفاش ناقش الموضوع كيف العاده ما تنساش تفرقع لايك وتحيه للثومه اريد ان اقول هنا ان اقتراح المملكه المغربيه للانبوب الغاز نيجيريا المملكه المغربيه انه في الحقيقه هو ضربة قوية للنفوذ الجزائري في المنطقة وللاقتصاد الجزائري كذلك وهو والأمر أمر حساس جدا ونحن يوم بعد يوم بدأ يتبلور المشروع وأنا سأقول لكم كيف تبلور خاصة المشروع تبلور المشروع بعد تأكد استغلال الغاز الموريتاني السنغالي وعندما تأكد يعني وهنا سأتحدث عن نتحدث لكم عن يعني أبعاد هذا المشروع
أو الجانب الخفي من مشروع أنبوب الغاز. ألم تتساءلوا يا إخوة الكرام، ألم تتساءلوا أن موريتانيا والسنغال وقعتا مع نيجيريا والمغرب على السعي في تنفيذ هذا المشروع، يعني أن موريتانيا والسنغال انخرطتا في مشروع الأنبوب الغاز النيجيري المغربي. طيب، هذا الغاز الذي الموريتاني السنغالي الذي أصبحت القضية قضية شهور لبداية بيعه، ويبدو أن الزبون الأول الذي سيشتري هذا الغاز هي الإمارات، سيباع في دبي. ألم تتساءلوا يا إخوة الكرام أن هذا المشروع الذي سيخرج دراسته الفعلية في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة، ألا تعتقدون أن هذا المشروع سيبدأ بناء يعني هذه الأنابيب من المغرب في اتجاه نيجيريا، وبالتالي أن عندما يصل الأنبوب إلى حقول وهي على هي في المحيط على الحقول السنغالية الموريتانية، أن التصدير فعلا سيبدأ قد يبدأ في 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 ظرف وجيز جدا، في ظرف وجيز، وسيكون إذن كما قلت سيكون حتى الإخوة الكرام حتى قبل الغاز النيجيري. بما أن موريتانيا والسنغال انخرطتا في الموضوع في المشروع، فبالأحرى أن نبدأ المشروع من الشمال ليمكن ربط الحقول الموريتانية السنغالية بالأنبوب المغربي الإسباني، وهنا نكون قد حلينا أول مشكل في التصدير في اتجاه أوروبا، وهذا سيعتبر أكبر خطر على الغاز الجزائري. لماذا؟ لأنني سأشرح لكم بطريقة واضحة الأسواق العالمية. الأسواق العالمية يعني تقوم في الحقيقة على المواقع الجغرافية، يعني أن مثلا شراء الغاز من عندما يكون موجود الغاز في المغرب وموجود في الجزائر، هذا يضعف السعر في الجزائر. لماذا؟ لأنه تقع هناك مباشرة نوع من التنافس، ويصبح المشتري لديه فرصة أن يشتري عندما يعني تضع شروطك في الجزائر، سيقولون لك سنأخذه من المغرب، يعني سيصبح هناك طريقة أخرى، يعني مكان آخر، يعني مثلك يعني مثل أي شخص كان فاتح في حي أي حانوت أو أي تجارة وحده، ثم جاء شخص آخر وفتح نفس يعني البضاعة، إذن بدل يعني أصبح هناك منافس، وبالتالي هذا سينعكس على الأسعار وعلى الشروط وعلى حتى كما قلت تأثير الدولة في المنطقة التي كان تأثيرها متعلق كونها هي الوحيدة التي تبيع الغاز، هي التي تبيع الغاز في المنطقة. إذن يا إخوة الكرام، أنا أعتقد شخصيا أن الجزائر لن تدخر جهدا في تعطيل ذلك المشروع، أو حتى يعني تحويله كيف؟ لأن الجزائر تقول أصلا أن المغرب إنما سرق فكرتها، هذا رأيته كلام لدى المسؤولين الجزائريين، يقولون أن المغرب سرق فكرتها ويسرق، وحتى أنه في شخص نسيته كان قد طلع معي قال لي المشكل أن المغاربة يسرقون أفكار الجزائريين، وأنا يعني حتى أتعاطى معه قلت له طيب
أنتم لديكم عفوا أنتم الجزائريون لديكم الأفكار والمغاربة لديهم قوة التطبيق. إذن انظروا في هذا حل في هذا المشكل يعني انظروا حل في هذا المشكل. يعني الفرق بين دائما التحدي دائما هو تحويل فكرة إلى واقع. شكرا شكرا يا أخوي شكرا الدرسي. قلت يا أخوي الكرام أن التحدي دائما في هذه الدنيا وتحدي أي مشروع هو تحويل هذه الفكرة لدى أي شخص لدى أي سيدة لدى أي سيد عنده فكرة مشروع. التحدي هو تحويل المشروع من فكرة إلى واقع. وأنا أتذكر كتاب كنت قد قرأته لأني أنا يعني عندي الماستر في إنشاء المشاريع وتسييرها. فقال أن صاحب المشروع هو بطل. بطل لماذا؟ لأنه أمامه تحدي. ما هو هذا التحدي؟ هو أن يحول فكرة جاءته في بيته أو في غرفة نومه ويستيقظ الصباح أو يخرج الصباح ليحولها إلى أمر واقع. وهذا هو الأمر الذي يعني هو اللي يعني يجعل الدول وكذلك يجعل الأشخاص والأبطال يكبرون في عيون الناس. لماذا؟ لأنه أنا أعرف جيدا أن الملك المغربي عندما أعلن عن هذا المشروع الكثير ضحك منه والكثير استهزأ منه والكثير لم يحمل على الجد هذا المشروع. شكرا يا إخوة الكرام. ولكن يوما بعد يوم شهرا بعد شهر تخرج المعلومات وتنخرط الناس في هذا المشروع. ومن هنا سأصل لكم إلى النقطة التي الخلاف. وأرجع بكم أن الخلاف دائما يكون حول الطاقة. والذي أثار 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 حفيظة الجزائر من الإمارات هو زيارة الملك المغربي للإمارات. ليس 15 مليون حتى تفسد المغرب العلاقة بين دول الساحل والجزائر، لا 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 لا. الأمر يا إخوة الكرام هو انخراط أحد أكبر ممولين وهي الإمارات في إنجاز أنبوب الغاز النيجيري المغربي. أنا قلت لكم أن أمريكا هي التي حسب كثير من المحللين هي التي فجرت نورد ستريم الثاني أنبوب الغاز التي بنته روسيا لتزويد أوروبا. حتى تعلموا أنها تريد أن تقول لروسيا لا تقتربي من مناطق هيمنتي وتأثيري. إذن الجزائر تنظر إلى الإمارات كونها تأتي لتدعم مشروع منافس في المنطقة للغاز الجزائري. هذا يعني نوع وكأنها تقول لها أنت تدخلي في مناطق يعني تأثيري. والجزائر كانت من أكبر اللاعبين المؤثرين في دول الساحل. الآن دول الساحل بدأت تستغني. شوف، أولا نيجيريا أعلنت أنها هي التي اليوم ستزود الأسواق البوركينابية والمالية بكل ما تحتاج من بنزين ومن مازوت، لأنها تتوفر على حقل ويتم تكرير النفط هناك. إذن كل ما استغنت الدول عن النفط والغاز وعن الطاقة كل ما أصبحت مستقلة في قراراتها. إذن هنا يكمن الخطر. ولكن أنا أبعد من ذلك أرى أن هذا المشروع يعطي نافذة للغاز السنغالي المغربي الموريتاني أن يتم تصديره من المغرب. لأن المشكلة الأساسية شنو بالنسبة لموريتانيا؟ موريتانيا عندها مشكلة أساسية هو قضية هذه الصحراء وقضية الموقف الرسمي لموريتانيا الذي ورثته منذ عقود، وهو الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية. وإذا أتى المغرب مباشرة إلى موريتانيا وطلب منها
إنشاء مشروع أنبوب غاز موريتاني سنغالي مغربي، ستحتج الجزائر مباشرة وعبر جبهة البوليساريو من أجل القول أن هذا الأنبوب سيمر من المياه الإقليمية، من المياه الإقليمية للصحراء. إذن بدل أن يكون المشروع هكذا، وضعوا المشروع في إطار كبير وهو أنبوب غاز من نيجيريا يمر عبر سواحل، يمر عبر سواحل الدول الغربية ومن بينها السنغال طبعا وموريتانيا في اتجاه الأنبوب المغربي الأوروبي. طبعا لا يمكن تعطيل كل هذا المشروع الكبير من أجل مياه إقليمية للأقاليم الجنوبية المملكة المغربية التي يدعي طرف آخر أنها جمهورية وأنها يجب موافقتها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش لي بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.